السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو فرحانين ناشطين نفسيه، تكون شويه يعني نقولوا شويه الحمد لله. الله يرحمنا يا ربي، والله يكون معنا والله يكون مع دوك الناس. المهم هذا الفيديو هذا اكيد غادي كاين منكم اللي شافوه. هذا الفيديو هذا كنت نزلته، كنت المهم هو كان طيروا لي اليوتيوب لشيء ما. المهم البنات اللي شافوه راه غيفهموا. كنت درتو خاص، كنت عاود رجعتو تاني، كانوا طيروا لي. لا كنت درتو في الاول، كانوا صيفطوا لي ايميل وكنت درتو خاص. بعد ذلك عاود صافي، ملي قلت صافي زعما راه ساو رجعتو ساعه طيروا لي. فللاسف قلت خليني نزلو، لانه هذا الفيديو هذا كانت فيه وصفه ديال البانكيك. فالبنات سولوني عليه، فالمهم نزلته ونزلت معاه يعني بعض الوصفات اخرين. وفي نفس الوقت قلت غادي نهضر معكم في واحد الموضوع مهم، اكيد شفتوه من الفيديو، من العنوان ديال الفيديو. باش غادي نقول لكم البنات الحمد لله على كل حال، هادشي اللي غيقول الواحد الحمد لله على كل حال. يعني داري قديتها، يلا بديت كنقاد شويه هنا شويه هنا، فما فرحتش بيها الحمد لله، فرحانه ديما بيها، ولكن يعني عرفتو كتبغي تكبركو ديك الاستراحه محارب. ولكن للاسف الظروف يعني حكمت اننا نشوف وضع اخرى. المهم غادي نعاود لكم انا القصه من الاول، يعني وقول لي واش انا يعني غلطه ولا الله اعلم، ممكن تكون لكم وجهه نظر اخرى. المهم البنات القصه كيفاش بدات، انه يعني انا كاين واحد الدار تحت مني خاويه، هي نفس البصاله ديال هذه، غير هي يمكن فيها شي غرف ما فيهمش البلكونه، فيهم شراجم ما عرفتش. فالمهم هاد الدار اللي تحت مني اللي كيسكن فيها كيكرفصها ليها، وكضطر انها تخرجوا اللي كيجي كيوسخ عليها اولا، المهم كيدير معها مشاكل وكتخرجوا. فاحنا اقدم ناس معها في هاد الدار، وهي اصلا ملي كتدخل الدار ديالي كدوخ يعني ما شاء الله، كتبقى عاد كتشوفها نقيه، تشوفها مقاده، تشوفها. فانا صراحه كنخاف الله ما نكتبش عليكم، فاش كنتكون في دار ايجار كنعتبرها بحال داري، كتلقاوني النهار كامل حك هنا حك هنا حك هنا، وما كيعجبنيش الحال، واخا كنقول لا باقا مسخه باقا خاصها هادي باقا هادي. فالمهم يمكن سكنوا في ديك الدار اللي تحت منا شي 3 ولا 4. فصافي هي قالت لك ما غنبقاش غادي ناجرها، صافي غادي نسدها ونخليها تيسكنوا فيها ولادي وداكشي. من بعد صافي كان بها، يعني احنا فتره دابا غير بوحدنا في هاد الدار هادي، هي 3 ديال الطوابق، غير بوحدنا ما كاين حتى شي واحد. من بعد ذلك يعني جات واحد الفتره، المهم جات شي يومين لك شي اسبوع باقيلا كاع، اتصلت بمحمد شي وحده قالت ليه راه بغيت نجي نشوف الدار ولا داكشي. المهم هي السيده عطيها، هي مولا الدار عطيها التليفون ديال محمد، محمد كان في الخدمه خدام. قال لها ماشي جا عندي، قلت لي يعني الدار اللي بغى يشوف الدار كيشوف لتحت، يشوف راسو فين غيسكن لتحت، علاش غيجي يدخل عندي انا نشوف الفوق؟ يعني ما جات ماشي منطقيه. فالمهم يعني جاتني ماشي هي هذيك، وما عجبنيش الحال انه الواحد يجي يبقى يتفتلك في الدار. انا ما عنديش مع الجيران، ما تختلطش بهم، ما كيعرفونيش، السنين هذه السنين اللي ساكنه في الدار ما كيعرفونيش، فما كنبغيش نحتاك بهم صراحه. صافي يعني الاحترام احسن، فما كاينش علاش غادي يجي الواحد يشوف دارك، وواحده خصك تكون تحت منك تجي تشوف دارك الفوق شنو فيك شنو عندك شنو هادي تبقى. المهم جاو دوك الناس، جاو دوك العيالات، وحده وامها شافوها، داروا معنا استجواب، شحال نتوما كارين، شحال كتخلصوا هنا، واش كاين هذه هنا، واش كاين هذيك هنا. زاد ما عجبنيش الحال. المهم مشاو، قلت محمد حتى شي واحد ما يبقى يشوف، اللي بغى يشوف شي دار تمشي لواحد كيحط الساروت عند السمسار، وكيجي سمسار كيجيب الناس كيوريهم الدار، شوفوا هذه عجبتهم ما عجبتهمش كاينه بها. المهم داز واحد السيمانه هكداك، عيطت شي وحده لمحمد، انا بغيت نجي نشوف الدار، يعني هي عاطيها. ماشي مزيان انك تعطي رقم ديال السيد العيالات، هذه ثاني حاجه. السيد ما خدامش عندك، سيد خدام وممنوع اصلا انه يهز التليفون، ويعني كيخرج من الصباح ما كيجي حتى ل7 ولا 8 ديال الليل. فهو جا، المهم انا ما قالش لي اصلا انه اتصلت بيه، جا صافي تكا نعس، عيطت ليه مولا الدار علاش ما كتجاوبش الناس، ما كنجاوب السيده بغات تجي تشوف الدار. قال ليه انا راه كنت ناعس محمد، يعني واحد النوع اللي درويش وجهو كيغلبو ما كيقدرش
يقول الواحد يا او لي يعني يحاسب الواحد او لا هكذا صافي، وخصوصا انها مرا كبيره ما قال لك ما بغيتش ندخل معاه في مشاحنات ونبقى يعني نبقى ندير معاه صافي، تنعيط خوها من راجل لراجل. فقلت لي علاش كتحلف لي علاش شنو طاري يعني؟ قال لي لا راه حيت جاوا بغاو شي ناس يجيو وما يعني وما صافي ما بغيتش شرط، حيت شافني انا ديك المره صراحه تقلقت قلت لي حتى واحد ما يجي عندي. المهم السيده بقات يمكن ما عرفتش تقول لي في التليفون ما بغاش يقول لي نهائي. المهم كيحلف لها والله حتى كنت نعس والله حتى كذا، قلت لي انت ماشي سمسار، بغات تمشي تعطيها للسمسار صافي. حنا ماشي سوقنا حتى شي واحد ماشي يدخل ليا لداري. تاني حاجه وتالت حاجه انه علاش كيتصلوا بك انت العيالات؟ هي كنظن بغات يعني بغات تاجرها غير العيالات وولادهم باش زعما ما يكرفسوش ليها وداك الشيء. وداك الشيء اللي كان اجرتها دابا يعني كنسمع دابا في شي حد مأجر لتحت، ملي قلت محمد شكون قال لي مرا ولادها مطلقه او لا ما عرفتش. المهم تاني نهار ماشي تاني نهار يعني كان الجمعه، جات هي قالت لي صافي لا غدا نجي الجمعه وما شنو هو صافي. هو محمد خرج عند جارنا هنا قال لي راه وقع هكا وقع هكا ومرتي تقلقات وما بغاتش يعني اللي اتصل بيا وما بغاتش اللي يجي يدخل ليها للدار. قال لي عندك الحق، قال لي ما قال لي عندك الحق ان ما تدخلش واحد لدارك، ما يبداو يدوروا لك، لا بغات تشوف يشوف لتحت ولا بغات تجي تخلي لي انا الساروت ونشوفه. هي المشكل ساكنه بعيده ودات معها الساروت ديال لتحت، هذا هو المشكل. المهم كما قلت لكم جات الجمعه كدق علينا منفخه وحال حاله، هضر مع محمد صراحه كنت غادي نخرج ليها ولكن قلت نعل الشيطان نهار الجمعه نعلو الشيطان. قالت محمد غادي نزيد في الكرا، غادي تخلص كذا وكذا، يعني غادي يخلص نص خلاصه نص خلاصه اللي هو اصلا يعني اللهم لك الحمد ما كيكفيش، اللهم لك الحمد فيه البركه. تخلص نص كذا والما غيزاد كذا وهذا غيزاد كذا. قلت محمد كون قالتها بطريقه زوينه ومحمد دابا وجهو كيغلبو يعني ما غاديش يبقى يتناقر مع امراه. قلت لي كون قالتها بطريقه زوينه راه ربي كيرزق وربي كيجعل البركه نزيدوها ليها، ولكن هي ما قالتش بطريقه زوينه زعما كاينه حيت نتوما درتو لي داك المهم داك الموقف ما بغيتوش هادي وما بغيتوش كذا ما بغيتوش تدخلوا ما بغيتوش يعني تجيبوا الناس بقاو تشوفوا. شحال خدامين عندك يعني؟ ما خدامينش عندك، كاين السمسار عنده الخدمه ديالو يقدر يجي يديرها صافي. وتاني حاجه ان انا ما عنديش مع الجيران، الجيران ما تيعرفونيش، هذا تقاري بيني وبينهم الاحترام، ما كاينش لاش وحده غتجي تسكن تجي تبدا دير عليه هكا صافي. قلت لمحمد هي هذه، قلت لمحمد صافي شوفوا دار اخرى، هذا الشيء ما مسلكناش وعطى الله الديور. كاينين اماكن هنا واخا شويه بعيد علينا نقولوا تقريبا بحال شي 15 دقيقه بعاد علينا من هنا بحال العمارات، يعني بحال نقولوا شكل بحال نسبات الاناسي كلهم عمارات وعمارات يعني شويه جداد، غير هما تيكون فيه الكوزينه شويه صغيره صراحه، ولكن الكرا كيكون فيهم رخيص. فان شاء الله غادي نقلبوا تما كاينه ان شاء الله من غدا غادي يعني غنبداو نقلبوا. وهادشي اللي كاين واخا قديت دهري وقديت دار ولدي، ولكن انا من يعني يعني دايره ليها حساب ومقدراها وحاطه لي على دارها. وشحال من مره جات هي كتاخذ الكرا ولا كتمضي العقد ولا شي حاجه وكتقولها لي كتقولي ما شاء الله الدار نقيه وكذا وكذا ماشي بحال هنا تحت. فانا مثلا مبغيش يعني هاد التقدير كله وفي الاخر جي انت ما تقدريناش ودارتها لنا واحد المره راه عرفتو راه ما يمكنش، راه كاين بعض هاد السميتو بعض منهم راه والله حماق. واحد المره دارتها لنا في شينا المغرب معيطه لمحمد وصيفطها لي في الواتساب، راه قالوا لي اجرتي الشقه ديالك مفروشه، يعني زعما بحال اجرتيها بالفراش. كنقول انا داري راه ساد راه عطيت الساروت على صاحبي يجي طلي عليها. صدق محمد معيط لصاحبه، صاحبه مشى عند جارنا اللي هنايا وجارنا مشى عند جارنا الاخر وكيفهموها ووالو. قلت محمد هنا اصلا كان داك الوقت كان خاصنا نكريو. حاجة تانية البنات عندي مشكل هنا انه قريبة من المصانع، فالريحة ديال المصانع راه ما تصوروهاش كتخنق في الصدر وكتوصل حتى لعندنا. عاد هنا ممكن يقطع الماء يقطع لك يوم او يومين عاد. دابا حاليا هو مصر كلها كيقطع فيها الضو، ولكن البلاصه اللي فيها حنايا كيقطع علينا يوميا. دابا ولا كان قبل كيقطع ساعه، دابا ولا كيقطع ساعتين. هاد البلاصه اللي كنقول لكم فيها غادي نمشيو نقلبوا فيها، هذه ما كيقطعش فيها لا ما ما كيقطعش فيها لا ضو، لانها يعني تابعه لجهه سميتو فما كيقطعش فيه ما كيقطعوش فيها هاد الجوج. ريحه المصانع ما كتوصلهاش، كتوصل خفيفه يعني تشاشه ماشي بزاف. ف يعني هاد الشيء عندنا هاد المشاكل حتى هما يعني صعيبه صعيبه انه
ماشي سهلة التحوال، ماشي سهلة هز وحط، ماشي سهلة يعني مصاريف، وماشي سهلة قاديتي وعاد تهزي. ولكن صافي يعني باش بنادم كيبدا يدير لك هكذا وعاوتاني عندك واحد الاسباب، صافي ما كاين، بس الواحد يقلب وهادشي اللي كاين. المهم دعواتكم معايا، وربي يسر ليا وربي يلاقيني يعني في الدار اللي تكون زوينه وتكون نقيه ويكونوا جيرانها حتى هما مزيانين وتكون هادئه ما فيها مشاكل لا والو. المهم بالنسبة للمقادير ديال هاد البانكيك كما قلت لكم راه ساهل والو. عندهم فيه كاس ونص ديال الدقيق، كاس ونص نفس هاد الكاس اللي عبرتو بيه، كاس ونص ديال الدقيق يكون مغربل. عندنا بيكنج باودر 7 غرام اللي هي اللي قال المهم 7 غرام، انا غندير هنا النص حيت عندي فيها عندي فيها تقريبا 16. وعندنا فانيليا اولا تقدروا ديروا قشور ديال البرتقال، هنا كاس ديال الحليب، واحد المعلقه صغيره ديال الزبده طيبه، بيضة، وجوج معالق ديال السكر يكونوا كبار صافي. وهاد الشكلاط الى عندكم هاد الشكلاط ديال هاد سميتو ديال الكوكيز غادي نديرو، ما عندكمش صافي ماشي مشكل، تقدروا ديروا اي حاجه اخرى، ديروا الشكلاط معلقه ولا هكذا. المهم المقادير ديالي سهله كما قلت لكم، عادي كنديرو كنخلط كلشي المكونات صافي، وكنضيف الدقيق ديالي وكنضيف السكر، ضيف الفانيليا باش ديروا الفانيليا، ولا كتبغيو ديروا قشور ديال البرتقال ديروه. المهم بالنسبه للطريقه كما قلت لكم راه ساهله جدا، يعني كتشدوا البيض والسكر والفانيليا كتخلطوهم حتى كيذوب شويه داك السكر صافي، وكتزيدوا عليه الحليب. بالنسبه للحليب البنات ما كيكونش سخون ولا دافي، كيكون بارد يعني بارد الحليب بارد، وكتخلطوا حتى هو المكونات غير بديك الطراب اليدوي ديال يعني ديال الايد صافي. فداكشي اللي قلت لكم ما فيش تعقيدات وما فيش يعني ديك التمره بزاف، وناجح من اول مره. بالنسبه للدقيق راه قلت لكم كاس ونص البنات، على حسب يعني نوعيه ديال الدقيق اللي عندكم، ولكن هو راه كاس ونص صافي. كديروا الدقيق ديالكم، كديروا البيكين باودر ديك 7 غرام يعني وحده صغيره صافي. بالنسبه للزبده معلقه كبيره دايبه كتخليوها حتى الاخر عاد كتضيفوها، بغيتو تخليوه ترتاح واحد 5 دقائق بين جمعتو دوك المعنات وجمعتو ديك الروينه اللي درتو خليوه. بغيتو طيبو ديك الساعه طيبو صافي، ويعني راه هو ما كيحتاج، راه في كلا الحالتين كتجي النتيجه هي هذيك، سواء خليتو يرتاح سواء طيبتو ديك الساعه كتجي النتيجه هي هذيك. بالنسبه للزبده راه قلت لكم زبده معلقه صغيره كتذوبوها صافي وكديروها، وداك الشوكولاط راه كما قلت لكم بغيتو ديروا داك الشوكولاط ديال كوكيز ديروه، ما عندكمش عندكم السائل ديروه، ما بغيتوش ديروه بلاش حتى هو راه كيجي زوين. لو بغيتو ديروا مثلا شي معلقه ديال مربى الفراوله من الوصف باش كيجي بحال هكذايا، يعني ملي كتحلو من الوسط كيجي فيه واحد سميتو واحد الشكل زوين، حتى هو راه زوين يعني. المهم اي حاجه عندكم راه متاحه صافي، انا كنقول لكم البنات يعني راه جاهز الا بغيتو تخليوه يرتاح هي هذه. المهم داكشي اللي قلت لكم، غير هو الصوت ما كانش طالع داكشي علاش صافي البنات. المهم هنايا كما كتشوفوا عرفتوا شوفوا البوطه ما ديوش عليها، كنت كنصاوب المربى ديال الفريز ومرمداتها ليا مزيان. المهم غادي نغسلها تنساليها شي وغادي نغسلها ان شاء الله. المهم هنا شوفوا جبت مقيله صغيره، درت واحد شويه من داك الخليط ديالي ديال البانكيك حطيته، درت فوق منه شويه الشوكولات. المهم البانكيك ديالكم ما تغفلوش عليه البوطه ناقصه، غير تشوفوا حمار من تحت شويه صافي تتقلبوه، وغير ما تجهدوش عليه بوطه، الا جهدتوا عليه البوطه كيتخطف ليكم. شوفوا هنايا محمود قال لي والو ماما انا نحط الشوكولاته، فكما قلت لكم البنات بقاو طلعوا عليه مره من تحت هزوه بديك المهم دوك المعلقات اللي كنديروا بها البغرير ولا هذوك، او تتقلبوه
هادشي اللي كاين. المهم انا هاد اول وحده راه تخطفات ليا واحد شويه حيت كنت مجهده البوطه، وكنت كنهضر مع محمود، باغي يقرب ليا وكنقول ليه سير سير البوطه سخونه، ولكن الثانيين راه هما هادوك. المهم غير نتوما كما قلت لكم البوطه ما تجهدوهاش وما تغفلوش عليه، خليكم حداه وقلبوا بهاد اللعيبه هادي سباتيلا ولا شنو كيسميوها، قلبوا بها هادي زوينه وسهله، سهله لكم في هاد البانكيك دغيا كتقلب لكم الحاجه. ايوا هادشي اللي كاين، عرفتوا راه كيجي البنات زوين وكيجي ساهل ويعني ما كياخذش منكم الوقت بزاف. ومحمود ما شاء الله عليه يعني بحال هادشي ما تيبغيش ليا بزاف، يبغي ياكل مثلا داكشي صحي، ولكن بحال هادشي ما يبغيش ليا بزاف عاجبو. عاجبو بالاخير قال لي ماما زوين زوين باكيك. ايوا الله يحفظ لكم وليداتكم، الله يحفظوا ليا حتى هويا. اليوم صباح مريض مسكين شويه، هو ماشي اليوم صراحه، يومين هذه ولا ثلاث ايام، ولكن اللي نفعني البنات هو داك هذاك الثومه اللي صوب داك الزيت بالثومه ودرت فيه الزعتر، هذاك هو الفعني. يعني هو ضروري كياخذ يومين ثلاث ايام ديال البرد والسخانه وداك الشيء، ولكن غير نتوما كتعاونوه بداك الشيء الطبيعي، واخا تنعطي واحد السير ولكن كنعطيه ليه مره في النهار، عاونوه بداك الشيء الطبيعي. بالنسبه للوليدات اللي عندهم الكحبه البنات، كانت قالت لي واحد البنت الله يجازيها بالخير الا كتفرج فيا منا، كنقول لها ديما كنقولها للبنات، اي وحده كنقول لها واحد البنت قالت لي الله يجازيها بالخير، هي تدير هادشي تاع الاعشاب الخزامه، تسخنوها بشويه ديال زيت العود وتكمدوا بديك الزيت، تسخنوا ايديكم وتكمدوا ليهم البنات بالليل صدرهم، كمدوا ليهم صدرهم مزيان بديك الخزام داك زيك الزيت اللي مغليه فيها الخزامه صافي، وغطيوهم خليهم مزيان. عرفتي راه ديك الكحه مع الوقت بقيتو يومين هكذا شي يومين ثلاث ايام، مع الوقت كتحيد ليهم ديك الكحه وصدرهم كيدفى بحال كيخرج داك البلغم اللي فيه، وهذا هو وقت ديال الامراض. هاد الجو وهاد الخريف هو الوقت ديال الامراض، وغير ردوا بالكم وصافي، حاولوا تعطيو وليداتكم داكشي الصحي وداكشي اللي فيه فوائد. وان شاء الله غندير لكم واحد الكويره ديال الطاقه، كانت قالت لي عليه قالت لي صاحبتي، اجي تخطرت كتهرب لي الهضره حق الله، كانت قالتهم لي صاحبتي، غير ان شاء الله غادي نزيد نجيب شي مكونات صافي وغادي نشاركهم معكم ان شاء الله. المهم انا نكمل البانكيك ديالي. المهم البنات هانتوما ها هو البانكيك كيفاش بديتوش كتشوفو، أوا كيفاش كيجي وصافي تكوش غنوريو ليه. هانتوما البنات عرفتو راه كيجي رطاب، هانتوما كيجي رطب كيجي فشفش وزوين، كتشير ليه وكتبان راه كيسولو عليك. المهم هنا البنات صافي جمعت معنات وجمعت داكشي، فطرنا كنت هاد النهار نيت درت البانكيك عرفتو صافي، وكنجي نبرك مع محمود اولا تنكون كنوكلو شي حاجه كنبرك معاه نتفرج معاه شويه، هو الوليد كيعجبو والله العظيم ما جربو، وانا كيعجبني هاد السلافير كيقول لي محمود عمي سنفور كيعجبوني، كنبرك معاه هكذا يتفرج شويه شي حاجه بحال هكذا كتعجبو، وفي نفس الوقت كنكون كنقضي شي حاجه في التليفون في اولا كنكتب شي حاجه ديال مخططات ديال النهار شنو بغيت ندير شنو عندي. ديما البنات ديروا بحال هكذا باش مخكم والله مخكم كيتبرو راما سبحان الله، ملي تفيقوا الصباح خططوا النهار ديالكم. المهم بالناس هرتو ماكش صراحه غادي نشارك معاكم واش الغداء ديال اليوم، ولكن قلت خليني يعني كاينين شي بنات جداد كيبقاو يقولوا لي دائما شاركي معنا. المهم هذه راه كثر على البنات القدام اللي معايا راه عارفين هذه ديما كنت كنديرها كتشاركها معاكم. المهم هذه فته ديال الشاورما، كتجيبوا سطوره ديال الدجاج كتقطعهم بحال هكا نتوما بيدره مغسوله كتقطعهم بحال هكذا رقاق بحال قطع شاورما رقيقه صافي. غادي تحتاجوا هنا البصله فلفله مطيشه والفلفله حمراء الوان، ما عندكمش صافي ديروا غير هادو، انا حيت عندي كدا دايره الفريغو عندي. مهم بالنسبه للشاورما كندير فيها واحد جوج معالق كبار ديال هذا صدر واحد ديال الدجاج، كندير عليه يومين مثلا يعني ناكل على يومين، دانون مسوس وشويه ديال القزبر الثومه شويه ديال التحميره شويه ديال الكنشبير شويه ديال البزار وسميتو شويه ديال الكمون باش كيحيد لينا الزفوريه، حنا راه كنكونوا غاسلينه مزيان يعني بالكنشبير وبالخل وبالحامض والملحه، ولكن غنديروا شويه ديال الكمون. ودرت انا هاد البهارات هادو هامي، نتوما تجيبوا بهارات ديال الشاورما ما عندكمش صافي ديروا غير هادو راه يكفيو. انا هاد البهارات زوينين ديال السوريين، السبع بهارات فيه كيكون فيهم الهيل القرنفل
بحال الكوزه، المهم كيكون فيهم بزاف ديال البهارات زوينين، انت كيطيبوا بهم في النيل، جبتهم من عند السوريين هنا حيت عندنا السوريين بزاف. صافي درت منهم شويه، درت منهم شويه، وهادو غادي نصاوبوا بهم ان شاء الله التوميه. ممكن دايره هنا الجلجان باغا نصاوب الطحينه، ولكن واقيلا غنصاوب التوميه ونشاركها معكم. عرفت التوميه ديك بحال الصوص اللي كتكون وسطها وسط شاورما، وكتكون جنب الشاورما كيكون طعمها تومه. المهم انا نصاوبها. صافي الطريقه ديالو ساهله، هذا كتجيبوا من طنجره فيها الزيت كتحركوا هادشي كترقدوه واحد شويه، صافي من بعد كديروه في الزيت كطيبوه في الزيت حتى كيتحمر. المهم انا غنشارك معكم ونوريكم. ها نتوما البنات كديروا على نار عاليه، كتخليوها حتى كتبقاو تحركوا، وانا الماء ديالو كله غادي يشربها. كيبان لكم بدا كيتحمر واحد شويه، كيبان لكم كيتحمر شويه، هاد الماء بدا كيتنشف، هذا باش كترموا عليه ديك البصله والفلفله والطماطم وداكشي. صافي كديروا واحد شويه ديال صلصه الطماطم، هاد الماء بغيتي تزيدوا شويه ديال الماء كديروا باش غير كتولي عندكم بحال هكا جوسي بحال هكا واحد شويه. صافي المهم هادي غادي يدبر معاها الروش الاصفر اللي هو كيكون ميسم بالقفه وبالويل وداكشي، هذا نديرو معاه. مهم بالنسبه للتوميه، شوفوا البنات هادو هما المقادير اللي في الشاشه، جوج كيسان ديال الماء وأربعة المعالق ديال النشا كبيره. هادو هما اول مقادير كديروهم في هاد في الطنجره، كتبقاو تحركوا فيهم هكا مزيان بديك السميتو بهذيك اللعيبه مع السميته، كتبقاو تحركوا حتى كيوليو بحال هكا، بحال كيوليو بحال فازلين. خاصهم يوصلوا لهاد المرحله البنات باش تنجح معاكم مزيان. مهم كما قلت لكم مقادير مكتوبين، المقادير الاخرين هما اللي غادي نديرو من بعد ما تبرد لينا هاد الجيلي ولا هاد الكريمه هادي، غنديروها في الثلاجه. صافي ملي كندوبوها ملي كان يعني كتوصل لهاد المرحله كنديروها في الطبسيل وكنخشيوها في الثلاجه حتى كتبرد لينا. المهم هنا بالنسبه للروز الاصفر كما شفتوا كندير الهيل، كندير القرفه، كندير ورق الغار، وكندير زعفران، تقدروا ديروا الزعفران اولا ملون اولا ديروا غير الخرقوم العادي ديالكم. صافي وكديروا الروز كيكون مغسول وكديروا الماء وكتخليوه يطيب. شوفوا هنايا ها هي هذيك الخلطه اللي درنا ديال الطحينه ديال النشا والماء، ها هي بردات، انتم شوفوا كي كتولي خاصكم تخليوها حتى تبرد باش تنجح لكم. هنايا البنات هادشي كله غادي نكتبوا لكم في اول تعليق. هنا درت واحد ثلاثه الفصوص ديال الثومه، ثلاثه بحال هادو حكيتهم انا بلاتي محمود، صبر صبر ماما، ثلاثه الفصوص انا حكيتهم باش ما يبقاوش لكم طريفات، المهم شي طرف هار. ودرت ثلاثه المعالق ديال زبادي دانون مسوس، درت مليحه ياكو، درت مليحه، ودرت واحد جوج معالق ديال الخل اولا جوج معالق ديال الحامض، انا ما عنديش الخل درت الحامض. صافي وكديروا واحد اربعه المعالق ديال الزيت، بغيتو زيت زيتون ديروه، بغيتو زيت عاديه ديروها. المهم هادشي كلشي غنكتبو لكم. شنو غندير ليه دابا؟ انا غادي نطحن هادشي، ومن بعد ملي غنطحنو نطحنو مزيان غير باش تطيح ليا الثومه وتخلط ليا هاد المكونات. ملي غنطحنو غنزيد عليه هاد غنزيد عليه المهم غنزيد عليه الخليط ديالي، غنزيد عليه النص من الخليط ديالي والنص الثاني غادي ندير به المايونيز. صافي المهم هانتوما البنات هاي شفتو هاي حال تاع برا. بغيتو تخلو النص ابيض والنص الاخر تحطوه يعني تزيدو عليه الشطه، شفتو ديك الشطه اللي كتكون في القراعي، داك الحار اللي كيكون في القراعي اولا غير الهريسه، يعني لانه في المطاعم اش كيحطو لينا، كيحطو لنا بواطه فيها هذا ابيض وبواطه بنفس طعم التوميه غير هي لونها احمر، كتكون فيها بحال شويه ديال الحار ولا شويه ديال الهريسه تخلطوها. المهم انا ما عنديش، عندي غير الهريسه. صافي غادي نخليها انا هكا هانتوما شتو، ديرها تخليوها في الثلاجه راه تبقى ليكم واحد المده تبقى ليكم. انا درت كميه كبيره، هانت كاع تقدروا ديروها في الفريغو يعني الا خفتوا منها. المهم اولا درتها في الثلاجه ما كنتوش غتستعملوها تعطلوا، ديروها في شي بواطه هكا وديروها في الفريغو راه تبقى مزيان. هانتوما شو البنات ايوا شي اللي كاين، غنوريكم الرز. ها هو الرز طاب، ها شو شتيه عشان الريحه ديالو كتحمق بهاد ريحه قرفه وهادشي، هانتوما شوفو كيفاش كيجي. خلاوها المصريين كيقول لك كيجي مفلفل، عرفتو كيجي فن زوين مع ديك التوميه. ايوا اختي تهلايت فيهم اليوم يلا. صافي كنتمنى المهم تجربوا هاد الوصفات، وهذا الدجاج.